المنتخبين لان نقطه حساسه ومركز عنده اهميته كما جاء في التقرير ان المركز دشناه صاحب الجلاله. هذا المركز صاحب الجلاله عطيه واحد السيوم كبير وتصدر واحد المبلغ مالي مهم، واذا لا يعقل ان الندو يتغيب وما يجيش وما يجاوبش على الاسئله ديال المستشارات والمستشارين، مع العلم ان احنا كمقاطعه وكمنتخبين يوميا انا شخصيا بعض الاعضاء هنا حاضرين معايا يوميا كيتشكوا لي بهذا المركز هذا الغياب ديال الممرضين ديال الاطباء المعالجين النفسيين، القله ديال الادويه، المشاكل اليوميه كاين تما، ما كاينش المنتخبين ساكنين في بجوار هذاك المركز يوميا كيعانيو، ويجي المكتب المسير ويقترحوا اكثر جدول الاعمال ديال ان نناقشوا مع السيد المندوب او من يمثله هذه الاكراهات وهذه المشاكل اللي عندنا في المدنيين ونحلوا ونحوزوا شي حلول صحيه للناس هذو، التغير ديالو نقصوا غير منطقي، مع العلم ان المجلس رئاسه راسلت السيد المندوب عن طريق السيد الوالي تحت اشراف السلطه المحليه، المراسله مشات تحت اشراف السلطه المحليه عن طريق السيد الوالي. اذا الغياب هذا بالنسبه لي غياب غير مبرر، وان هذا كنحس به في حال نوع من عدم اعطاء الدور للمنتخبين باش يعبروا فيه على الاراء ديالهم او الهروب الى الامام من اجل عدم الاجابه على الاسئله ديال المستشارات والمستشارين. اذا انا كنشوف كنبلغ السيد ممثل السلطه انا شخصيا احتجاج ديالي رسمي كرئيس المجلس نيابة عن السادة المستشارين والمستشارات، لأن هذا معمول التعمل. فعلا كنت غير متوقع غياب ديال السيد المندوب ديال وزارة الصحة، كنت كنقول ربما يتغيب المندوب ولكن يحضر أحد المدراء أو أحد الأطر ديال وزارة الصحة ليشرح للإخوان ويجاوب على الأسئلة ديال الإخوان فيما يخص هذه النقطة ديال المركز الصحي ديال المدمنين اللي كاين في حي كاسمراطة. لا يعقل يجي صاحب الجلالة ويدشن واحد المركز من أجل العناية بواحد الشريحة ديال الشباب من الإدمان قضى عليه ويجي ويعطيهم اهتمام ويفرحوا ويجيو لواحد المركز ومين بغيو يسألوا الوزارة الوصية على المركز هي وزارة الصحة ممثلة في السيد المندوب أنه يتغيب وما يجاوبش على الأسئلة هذه، مع العلم أن كنا حنا عندنا فكرة كمقاطعة أن ننشئوا شراكة حقيقية مع المندوبية ومع جمعية المجتمع المدني اللي عندها إلمام بهذا الموضوع ديال الإدمان، على أساس أننا نتعاونوا كمجلس كوزارة كمجتمع مدني من أجل إنقاذ الأرواح ديال المدمنين هادو اللي كيعيشوا ظروف صعبة صعبة جدا. وكما جاء من خلال الكلام ديال بعض المستشارين اللي كيسكنوا بجوار هذا المركز هذا اللي كيقول لك كنعانيوا الآلام والصراخ والعاود ديال المدمنين هادو، لأن الدواء ما كاينش، الممرض ما كاينش، الطبيب ما كاينش، اللي يتبع مع الحالة ما كاينش، هذا ما يمكنش يجي ملك البلاد الله ينصره ويدشنا المركز وأن المسؤولين الترابيين ما يقوموش الدور ديالهم. هنا كنا باغيين نسألوه شنو السبب ديال الإهمال لهذا المركز هذا، ولكن مع كامل الأسف ما شفتوا هذا استهتار حقيقي بالمجلس بالرئاسة بالمجلس بالمنتخبين بالمواطنين بالساكنة بالمرضى المدمنين. ولكن كما شفتوا أنا بلغنا احتجاج ديال السيد الوالي أن هذا الشيء ما المجلس كامل ما قبلش أن هذا عدم المبالاة ديال السيد المندوب أو من كان سيلبو عنه، وشكرا.